محمد أنا شي القطع. فندق الصامت واحد السيد سميتو عبد الكريم، انا قعدت في البيت ديالي ما عرفتش انا كيفاش شعلت العافيه. الجاردين ما عرفتش انا كيفاش شعلت العافيه، يعني فاش دخلت تلقاو العافيه شاعله وداك الشيء، بقينا كنطفيو كنضربو كنجيبو في السطول هذا الماء وكنخويو، طفينا يمكن والناس راه جاونا يلا طفيناه وجاو الناس دخلوا، ان انا ما عندوش كي غيديروا يدغن. لا ما تعطلوش تقريبا ربع ساعه بحال هكاك ما تعطلوش. حريت وقع ما عرفناش السيد جينا لقينا المحل مسدود والعافيه شاعله، فرحتوا هنايا باش طفينا العافيه.